حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا معكم من جديد في هذه الأمسية التي ازدادت جمال بحضور ضيوفي الأكارم من نجوم قناة كنادي، من الأردن الحبيبة ومن سوريا ومن العراق أرض الرافدين. مرحبا بكم جميعا، ونعود في الجزء الثاني من هذه الأمسية. أبدأ بأغنية، الأخ عبد السلام يختار من اللي يغني وهو يبدأ. يلا عبد السلام. يعني الشباب كلها خير وبركة. طيب اللي تختار اوكي، هم كلهم خير وبركة، بس انت حدد اللي تحب تسمعه. احنا انا مش محقق المذيع نسمع صوتك. والله فكرة الا يكفي، بس شوي هيك يعني. ما لا لا سمعتك قبل شوي. لا 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 متى سمعت؟ اعطيه المايك، اعطيه المايك، اعطيه المايك، اعطيه المايك، اعطيه المايك. يلا يلا اعطيه المايك، يلا غني. سابقا لك ساعد، غنوا غنوا، يلا غني انت. والله انا عم بزقفه كمان. يلا طيب، انا ورده بيضاء حافظها. ايش الارض البيضاء؟ لا الورده البيضاء، الورده البيضاء. يلا عن جد سمينا شيء. ايش سمعكم؟ ايش انت حافظ؟ صوتي هو معفن اكيد الان، المشاهدين بيقلبوا الشاشه اول ما يسمعوا صوتي، لكن مش مشكله شباب اذا صوتي مش حلو بتدخلوا. بس انا ببدا وانتم تشيلوا معي يعني. سلمت لك امري للفنان عبد القادر قوزع، صح؟ حيا الفنان عبد القادر قوزع، تحيه كبيره. بسم الله. سلمت لك امري ولك فيه ما تكرك، يا خافق اللطف الذي ماشي بحكم رب ربي، سواك ما حد على المعروف بايعها يا قبلة الامان. يا الله يا من رحمتك ماشي لها ميعاد. والله ما ادري على صوتكم من اللبس. خلاص اعطيه المايك بقى. انا بقول سلام، بحكي ضلك في التقديم. التقديم احسن، التقديم على اكيد. احنا قلناك يعني خليني بالتقديم وخلاص. احسن يلا، اذا ممكن خلاص اشرف. انا بدي احكي لك مين، بما انه هو ما عرفش يختار، انت غني يا عبد السلام. يلا عبد السلام، يلا يلا يا عبد السلام. سمعنا إشي من كناري، إشي من اللي أنشدناه كناري إلك. سمعكم العالي. عيلي يا محلى العيلي، العيلي لمتها جميل، العيلي يا محلى العيلي، كرمال بغني مواويلي يا امي، يسعد لي صباحك يا امي يا امي، والقهوه صب بفنجاني يا امي يا امي، يا محلى يومي بدعواتك، خليني بوس دياتك كل المنى ترضي عني يا امي يا امي. العيلة لمتها جميل، العيلة يا محلى العيلة، كرمال بغني مواويلي. الله الله عليك، يعطيك العافية يا عبد السلام. ونشوف عبد الرحمن ايش عنده ممكن يسمعنا. سبحان الله، صح؟ هالمرة الجديدة تبداك عيني راح تنزل بعد الحفل ان شاء الله. كم يوم راح تنزل؟ تقول انشدت ايش؟ تفداك عيني، تفداك عيني. كلمات من والحان من؟ كلمات والحان جهاد اليافعي. جهاد اليافعي. واخراج؟ اخراج طبعا اخراج اكيد راح يكون من اقوى الكليبات، يعني مو بشهادتي انا، جميع على اخراج السيد يعني اشرف يوسف. اخراج تلافها يعني. لا لا عبد الرحمن كان بيقول افضل كليب. شوف هو هو لا 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 حبيبي عبد الرحمن، ما شاء الكليب هو يعني موضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تداك عيني. فهو سبحان الله كان في توفيق من الله، وفعلا من اروع الاعمال اللي اشتغلناه، واللي حتطلع قناه كناري في تركيا باذن الله. تهدوا الشباب يعني نسخه، ايش رايك؟ اكيد ان شاء الله باذن الله، باذن الله. اذا نسمع. ومن هندستي كمان، من هندسه وصايم كمان. اتفضل يا بس وياي. ها يلا معك. يلا تفداك عيني ومالي، امي وابويا وعيالي،
كل شيء ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعي بخيالي مزيون سيد الرجالي، قدرك رفيع وعالي ونفداك والله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. يا الله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. عالي وغالي وحالي يفدي في كل حالي، والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي، وشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك يداعي خيالي مزيون سيد الرجالي، قدرك رفيع وعالي ونفداك داك والله يا رسول الله. الله يستحق مننا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفديه بارواحنا ونعمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الفتره الاخيره اشرف واحمد يعني تابعنا يعني الاساءات للرسول تكاثرت بالفتره الاخيره من قبل يعني اعداء الاسلام وعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. اشرف لو تكلمنا في جانب افضل ما من سمعت غنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانشد من وجهه نظرك يعني. يعني احرجتني بالسؤال. لا عادي انا احكي لك شغله هي بصراحه كثير انشدوا وابدعوا يعني منهم طبعا عبد الرحمن يعني ابدع. انت الانشوده انا مش مجامله انا الانشوده كثير حبيتها، وحتى هي الفكره عملناها اصلا عن فكره الاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انه تفداك عيني، كيف احنا بنحكي للناس انه اخلاق الرسول وتعامله واتباعك لسنته هو انت هيك بتحكي انا بتفداك عيني يا رسول الله. فمن كثير والله منشدين انشدوا للرسول يعني ابدعوا بصراحه، مش خاطر على بالي حدا معين انا يعني. خاطر على بالي انا صراحه يعني ماهر زين. ماهر زين يعني ابدع. نعم. مشاري برضو مشاري انشد للرسول، عبد القادر انشد للرسول. نعم. استاذ عبد الفتاح عوينات. نعم. عنده اناشيد عن الرسول حلوه. استاذ مصطفى العزاوي، استاذ محمد طبعا محمد العزاوي معروف جدا في هذا الموضوع كمان يعني كثير انشدنا. حتى اخونا احمد كمان له انشوده رائعه عن الرسول في الكنائس وقريبا حتنزل باذن الله. نعم. طيب احمد انا بسالك سؤال يعني يكون شبيه لحق اشرف بس بشكل عام، الفنان اللي بيستهوي احمد زميلي من وتحب سلطان عندما تسمعه؟ اشرف كذا شكله يعني تستحي منه يعني مدفوعه يوقفك على العمل بعدين في الشركه. شوف هو انا بصحى من نومي بطلع المكتب بضلني مع اشرف بروح بنام. كل شيء عندي يعني هلا كل شيء اشرف يعني قديش اعطيك تحكي الكلام؟ والله قديش اعطيك تحكي. حكيت على فكره قبل امبارح عاد مع نسكافيه بالاستوديو نسكافيه. طيب عبد السلام انت من تحب يعني فنانين ومنشدين كذا يعني تسلطن عندما تسمع؟ قلت مرارا وتكرارا محمد العزاوي. اها قلت مرارا وتكرارا في كل لقاء يعني بيطلع مين منشد اللي تحب تسمع له؟ بصراحه محمد العزاوي. طيب ايش احلى انشوده؟ لا مش عبد الرحمن، محمد ابوه والده. لا مش عبد الرحمن، عبد الرحمن استاذ محمد لسه بدري على عبد الرحمن استاذنا هذا. في كثير اناشيد له كانت بصراحه جدا دخلت لي سبحان الله في القلب من القلب للقلب. في عندك شودة مع الله، وفي الألبوم الأخير في عدة أناشيد جميلة جدا منها نسيم القرب من ربي وسهام الموت والمواويل الموجودة كمان. نعم. يعني بصراحة أناشيده جدا رائعة. عبد الرحمن شوف عبد السلام الآن يعني معجب بصوت الوالد. عبد الرحمن من هو الفنان اللي بيستهوي؟ لازم تقول أي كفنان يعني كشخصية أوكي. شخصية صوت شخصية وصوت وثقل وناس. نعم. يعني شخص عالمي طبعا أول شيء يعني كحيادية يعني ما أقول أي شيء. سامي يوسف. سامي يوسف طبعا كشخصية ومن زمان ومحافظ على ثقله، ما طلع بشيء ما يليق بمستواه يعني بقى محافظ على نفس ما هو طلع حتى لو يتأخر في إصدار أي شيء. لكن هو بدأ نفس ما هو بدأ بداية ثقيلة أنشودة المعلم. نعم. بعدين على نفس النمط مشى ما غير من أسلوبه. في مشاهدين كثار طلعوا يعني طلعوا بداية جميلة لكن يعني بدأ شوي شوي يقل مستواهم اختياراتهم بالأناشيد. الكليب طبعا
السيد أشرف يوسف يعرف إنه الدقة بالتصوير أو شيء هذه تلعب دور كبير. يعني مرات تشودة تطلع قوية لكن الكليب ظالمها. نعم. والعكس صحيح مرات تصير. نعم. طيب أشرف شو رأيك تسمعنا أنت الآن؟ سمع. يلا إيش حاب يمكن تسمعنا؟ سمعكم من الأنشيد اللي نزلت على كناري اللي هي مساء الخير. مساء الخير. يا سلام. ومساء الخير يا أهل الخير الله يمسيكم بالخير. مساء الخير يا أهل الخير الله يمسيكم بالخير. ومساء الخير على الخلان ومساء الخير عالضيفان. مساء الخير ومساء الخير انتو بالنور الضوء. مساء الخير بوجوك الخير نشوفو. ومساء الخير ويا أهل الخير الله يمسيكم بالخير. ومساء الخير ويا أهل الخير الله يمسيكم بالخير. ومساء الخير عالخلان ومساء الخير عالضيفان. مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدين يمن شباب وكناري ومحبين أشرف يوسف. عود أخ أحمد زميلي. أخ أحمد يعني أنت لو تابعت كمنشدين وكفن في اليمن وألوان، يعني من هو المنشد اليمني اللي يعني تحبه؟ اللون اليمني المفضل لدى أحمد يعني يستمتع فيه لسيمة وأنت يعني عازف وملحن يعني؟ لا أنا بس يعني كألوان مش كتير متعمق يعني، بس الأستاذ عبد القادر قوزع طبعا أكيد من الناس اللي يعني كتير بحبهم يعني بحب أصواتهم. أمين حميم أكيد برضو أستاذ أمين حميم، يعني أنا سمعت له أكثر من شغلة وسمعته لايف مرة كمان كتير حلو. إن شاء الله هم أهل اليمن معروفين يعني بتمكنهم وألحانهم الحلوة والصعبة طبعا. والصعبة صح يعني صعبة جدا هي. أيوة. يعني إحنا ما هلا ما اشتغلناش إشي يعني كيف بدي أحكي كح في اليمني يمني كح بس بدي أحكي يمني أصيل يعني أصيل كثير 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 لسه. أيوة. أنا شخصيا ما اشتغلت ما يعني ما صح لي شرف إني أشتغل إشي يمني. نعم. كتوزيع أو كتلحين إن شاء الله يعني في الأيام القادمة في شغلة واحدة بس قبل فترة لحناها يعني بس لسه ما عملناها برضو. صحيح ولليمن. لليمن إن شاء الله. إن شاء الله يعني نشوفها قريبا إن شاء الله. قريبا بإذن الله. طيب يعني أستاذ أشرف أنا الآن يعني إيش ممكن تقول أشرف يوسف في ختام البرنامج؟ بحب أحكي شغلة إنه إحنا كفنانين في هذا الوسط الملتزم خليني أحكي نكون سعيدين جدا لما نحس بثمرة جهدنا في أرض الواقع خاصة مع تفاعل الجمهور معك. فأنا بحب أحكي إنه من أروع الأماكن اللي إحنا شخصيا منحس في هذا الشعور فيه كل فنانين ملتزمين، وهذا شيء أنا متأكد إني بحكي باسم الفنانين الملتزمين يعني كلهم بشكل عام هو اليمن. فأنا بتمنى يا ربي إنه بعد الأحداث اللي صارت في اليمن إنه يرجع فعلا اليمن، يعني اليمن كان مستحيل كانت تمر مناسبة شهر شهرين ما يكون في احتفال ولا مهرجان ولا جلسات يمنية، يعني كان الموضوع فعلا أغنى في 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 النشاطات الفنية والثقافية. فبقول إن شاء الله بعد اللي صار وبعد هدوء اليمن إن شاء الله يا رب ترجع وفعلا اليمن يرجع اليمن السعيد وفعلا ترجع هاي النشاطات، لأنه إحنا كنا مفتقدين لجمهور اليمن فعلا في عالمنا في عالم الوسط الملتزم في هذيك الفترة. فإن شاء الله يا ربي تبرأ كل الجراح وتيرجع فعلا اليمن زي ما إحنا بنعرفه واللي إحنا بنحبه ونحب دائما نتواجد فيه بإذن الله. نعم كلام جميل تطلبت عن اليمن وعن جمهور اليمن، بس أنا سألتك إيش تقول لأشرف يوسف أشرف يوسف أنا فكرت عن اليمن. لا 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 أنا أسألك عن أشرف. بقول لي أشرف الله يعينك يا لا بقول يعني نصيحة إلي ولكل المنشدين الحياة فيها تجارب كثيرة وفيها والواحد بتعلم من خبراته الشخصية،
فدائما الواحد يحاول يعمل الإشي اللي هو مقتنع فيه فعلا. نعم. هاي هذا نصيحة لكل المنشدين ولكل الناس بشكل عام، لأنه أنت فعلا إذا بتعمل أنت مقتنع فيه لا تندم، ما راح تندم على شيء. نعم. أحمد. لسه في ثلاثة عم بفكر يعني. مو بالضرورة يعني على الدرجة. ورطوا ما انت عودتوا على ايه؟ لسه انت لابس خير يعني. شو بدي احكي له احمد الزميلي؟ بحبه حبيبي. شو بدي احكي له؟ تشوف ان يعني احمد الزميلي ماشي بالطريق الصح؟ ان شاء الله ماشي بالخطوة الصح؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله. في الجانب الفني اتكلم يعني. الجانب الفني يعني احنا يعني الحمد لله مؤسسين يعني من بيئة ملتزمة، متربين ان شاء الله صح يعني. عم نعارض كل الإغراءات الفنية أو الإغراءات المالية أو المادية اللي ممكن تتقدم للواحد مقابل يعني إن شاء الله إنه يعني نؤجر عند الله رب العالمين. وبحكي له دير بالك حالك يعني. مش عارف شو أحكي له بصراحة. بالتوفيق إن شاء الله. تبارك الله. بالتوفيق أحمد. عبد السلام تشوف. لا لازم يقع فيها. خلاص باركن عندك هو باركن عندك. طيب عبد السلام، هل ترى إنه عبد السلام حواء ماشي يعني أو حققت الشيء الكبير أم لسه هذا يعني المسيرة قدامك والمراحل طوال؟ أنا شخصياً أرى نفسي لسه في بداية الطريق. إن شاء الله يعني لسه أمامنا الكثير. راضي على ما قدمت إلى الآن؟ والله نسبياً يعني نسبياً. ما لو مو راضي يعني كان سوينا شيء أحسن، بس واحد دائماً بيقول منيح جت هيك مشان اللي بعده يكون أقوى وأقوى. نعم. الحلو عبد الرحمن. أحب أقول كلمة أخيرة قبل ما ننهي، أن لي الفخر أني أنا أكون أول حفل رسمي يكون في اليمن. أحب أشكر المنظمين يعني ما قصروا أبد معنا، يعني يستاهلون الشكر طبعا، لازم نذكرهم أكيد طبعا. ونشكر المصور الكواليس محمد عبد الستار وعلي جلال المنسق، يعني تعبوا ويانا بعد مع المنظمين. كنصيحة أي أو أي فنان أنه ما يتكبر، يعتبر جمهوره عائلته، يتفاهم معهم، يشوف مشاكلهم مثل ما قال سيد أشرف. هذه نصيحتي لكل شاب، وإنه يعرف يختار يكون أشياء ثقيلة، تكون أشياء يختارها ثقيلة، تكون مستواه ما يتراجع، يكون للأفضل. وطبعاً في أشياء توفيق من عند رب العالمين، وخلاص بس هذه النهاية. إذن قبل أشرف، أنا يعني اليوم ليلة خميس في ليالي شباب، ودائماً ما نخصص جزء للعرسان واللي معرسين في هذه الليلة الجميلة، فأنا يعني حاب تكون الختام إنشودة أو أغنية شامية بس خاصة بالأعراس، ويا حضراتكم جماعي بس بشكل جميل. لكن قبل ان نبداها، انا حاب يعني سؤال بدر لذهني قبل ان اختم. العمل الذي اشرف يوسف يفتخر فيه ويفاخر فيه لحد الان منذ بدايتك في مسيرتك الفنيه، انشادي ولا اخراجي؟ كانشاد وكاخراج. كانشاد نعم، كاخراج. كانشاد لا تحزن، لا تحزن اكيد، لا تحزن. معك كانت الله البدايه يا عبر الشعب. كانت البدايه وكانت الانطلاقه، وانا بفتخر فيها فعلا. فعلا هذا من الكلبات المميزة والتي لقت جمهور وصدى كبير جدا. صحيح الحمد فعلاً. لله. وأيضا كان توقيتها في هذاك الوقت كان، هي كان توقيتها بأيام مذبحة جنين طبعا، فكان نعم. مناسبة لمناسبة هاي هذا الحدث يعني، وإن شاء الله نكون حاولنا نوصل فيها رسالة الوضع اللي كان هناك. نعم. كإخراج كإخراج صدقا يعني بدون أي مجاملة، كليب مش عبد الرحمن محمد، كليب دكتور هو قدم كليب الدكتور والصديق والحبيب مصطفى العزاوي اللي هو يا ولد يا حباب. يا ولد يا حباب يعني أنا فعلا يعني من الأعمال لسه ظاهر في كناري. أيوه موجود، من الأعمال اللي فعلا أفتخر فيها إخراجيا. نحيي الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى العزاوي مدير كناري، وهو يعني الأب الروحي للقناة. الحاضر الغائب يعني خلينا نحكي. إن شاء الله الحاضر الغائب وإن شاء الله بيكون معنا في الحلقة. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. أشرف، أنا حقيقة كنت مستمتع معكم جدا، يعني كنت أضافة جميلة لبرنامج ليالي شباب وقناة يمن شباب وأنتم هنا في اليمن. أشكركم كل الشكر، الفنان الكبير أشرف يوسف، الفنان عبد السلام حواء، الفنان عبد الرحمن محمد، والحلو والملحن والموزع أحمد الزميلي، دائما بنغلط باسم الزميلي. أشكركم جزيلا. الآن سأترك المجال لك أخ أشرف ومع الفريق، تختبوا لنا هذه الأمسية بإنشودة أغنية شامية خاصة بالأعراس، ونهديها لكل عريس في اليمن وفي الشام وفي الوطن العربي. انت ورطنا معلم. زمان على الأعراس. ايش نغني أحمد؟ ايش خطر على بالك شيء؟ في ما شاء الله في طب أغني شيء.
عادي نتفهم. ما شاء الله ما شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام سنختم بأغنية وأنشودة ما شاء الله باللون الشامي مع ضيوفنا الأكارم. أنا إن شاء الله ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وفنان جدد. إلى ذلك الموعد انتظرونا بنفس الموعد ونفس الزمان في أمان الله. ما شاء الله 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 في هالحلا يتحلى 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 الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هالحلا يتحلى 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هالحلا يتحلى يتحلى يتحلى, 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 يتحلى